قسيس شاد، احنا رح نتكلم عن الكلمة بعد قليل، ولكن قبل ما اخذ فاصل، هل في شيء على قلبك بتحب يعني يعني تكمل في هذا الموضوع المسيح؟ يعني في شيء بتحب تشاركه؟ امين. هو الشهادة عن المسيح جاءت من الكل، جاءت من تلاميذه، جاءت من مرأة سامرية، جاءت من رؤساء الكهنة في وقته، حتى جاءت من الأرواح النجسة ومن الشياطين اللي مكتوب عنها مثلا في لوقا 4:41 إنه كانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه المسيح. فالكل كان يشهد عن هذا الشخص إنه هو المسيح ابن الله. وأهم نقطة السيس نزار في موضوع المسيح، مش إنه أنا أضع تصوري أنا عن هذا الشخص، أنا أقبل هذا الشخص وأفحص هذا الشخص كما ادعى هو عن نفسه. فأي شخص يأتي ليعرف من هو المسيح، من هو يسوع الناصري، يشوف هذا الشخص إيش يتكلم عن نفسه وإيش المعاصرين له تكلموا عليه، ويفحص في هذا الموضوع بإخلاص، وسيكتشف إنه هذا هو يسوع مخلص العالم، المسيح المنتظر.